أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني ويشرفني أنا كفنان وكمطرب وراجل طبعا دارس، كنت من خريجي معهد عالي الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، إني بشجع على العلم. العلم افتقدناه في مصر كتير جدا جدا، ولصناعة مصر الحديثة لابد من العلم، فبالعلم تقوم الأمم وتنهض ويعني تعلو. وأنا على فكرة من محب العلم جدا جدا، على قد إن أنا جيت من الأقصر دخلت معهد عالي الموسيقى العربية والتحقت بأكاديمية الفنون، اللي أنا عملت دبلومة في كلية الآثار جامعة القاهرة حبا في الآثار وفي التاريخ، وإن أنا من الأقصر عايز أشتغل مرشد سياحي، وبرضه ما وقفتش عن هذا الحد. يعني أنا حاليا بدرس برضه في كلية الإعلام جامعة القاهرة حبا برضه في العلم، فالإنسان ما يبطلش علم، يعني لا يبطل ينقل وياخد ويستفيد بالعلم. النهارده طبعا احنا في حفل خريجي 2013 و2014 من المعهد الحديث للعلوم والتكنولوجيا، مش عايز اقول انا سعيد جدا جدا بوجودي معهم، مع كوكبه من الفنانين والنجوم وقناة يقين طبعا. فانا سعيد سعاده قوي يعني. واتمنى طبعا احنا شفنا طبعا الدول اللي سبقتنا كلها العلم 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 العلم، ويمكن مصر الحديثه لما قام محمد علي صنع مصر الحديثه دي اول حاجه اهتم بالبعثات وبالعلم، وبعث طبعا قام رفاعه الطهطاوي والناس العظماء، ومصر طبعا بتاريخها بتاع حسين مش عايز انسى بتوفيق الحكيم بالبطاقه بالعقاد بمشايخها بعلمائها بدكاترتها بمهندسينها. مصر دارين بره بيصنعوا حاجات جميله جدا وبترقى وبتعلو مصر. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفتره اللي جايه دي ان اشوف بلدي مصر الحبيب اللي هي اعز حاجه عندي في الدنيا دي كلها، انها حاجه عاليه جدا جدا، واتمنى لها العلو بالعلم، كل شيء بالعلم، لان من خلال العلم بتنهض الامم وبتعلو وبترتفع. واتمنى لكم السعاده ان شاء الله، وانا سعيد في الاحتفاليه دي، اي احتفاليه فيها علم انا ببقى سعيد فيها جدا جدا. مع تحياتي احمد جوهر.